ايوا جينا دركا للتركيب هذا هو الكابل تاعنا راح نركبوه أه صح نحكيو على السيبور هذا اللي داروه فكره جد جد جميله بكري ما عندي هذا كان عندي غير ستيلو دونك دركا نقدر نحط ستيلو هكا نورمال عمليه بزاف ولا نحط ستيلو له دركا نجيو لهنا للطابلات هذا كما قلت لكم هذا سموه تايب سي كان تليفونات يتشارجاو بالكابل تايب سي وكان دي كا... تليفونات يتشارجاو بكابل عادي هذا تايب <applause> سي يعني مازلت لابس جون عجبتني بزاف <applause> <applause> نهز الطابلت تاعي وانا ركب نجي منا تك سي ركبتها صح ذكر الكابل تاعك نتايا لازم تعرف كيفاه تجيبو كان طرق بزاف للطابلات قادر نجيبها من نجيبها من نديرها في الطول كيما تحب نتايا انا راح نديرها كيما هكا الكابل نقدر نجيبو منه ندورو ونقدر نجيبو منا هكا ونركبو منا انا ماشي راح نركبو في لينيتي خاطر جايه بعيده دونك نركب هكا صح يصراو لي دي بروبليم واش درت جبت اب هذا يقولوا له اب كان تسعة منا لي والعاشر جاي منا هذا فيه لي بورت يو بي كيما هذا تاع الكلافي هذا تاع لاسوري يعني حطيتهم هنايا قدامي بعد كش ما ديسك ديسك دور اي عفصات تك اركبها منا صح تفهمنا انا ذوك الكابل تاعي هذا من راح نركبو نقدر نجيبو منا ونبلاصيه من ولا انا كيما راح ندير راح نركبو هنايا نركبو مباشره هنا الكابل تاعنا كي كيما راكم تشوفو طويل شويه نلاحظ أه... بلي ها شوش كان اللي هنا كان سكراتش هذا هذا يساعدك باش تماناجي الكابل تاعك وش راح ندير الروليه اللي هنا الروليه الروليه بيان ونقيس بشرط نقيس وين راح يجي انا راح نركبها لهنا دونك هكا مليحه نجيب هذا تاع سكراتش هذا نحلو منا ندخلو كذا من هنا ندير له هكا وهكا وانا فريت سي بون سي بون صح دوكا نجيب الكابل تاعي منا نزيد نجبدو شوي وين راح نركبو راح نركبو لهنا صح نركبو قلنا نركبوه لهنا سي بون دوكا ركبت الكابل نتاعي اذا جاني صغير شوي نقدر نجبد منه نورمال هكا راني قلت الحاله معلش اه ما اسكو دوكا راكم تشوفوا بلي شعلوا الضواوي اللي هنا تاع الاكتيف اريا هذه شغل المساحه المفعله ولا وشي، هذه المساحه هي اللي راح نكتبوا عليها واللي راح نبعد خلاص راح بروجراميها في الميكرو، يعني هذي المساحه واش تمثل اللي هنا في الشاشه انتاعي، قادر تمثل شاشه كامل ولا تمثل غير جزء صغير، صح انا دوكا راح نوريكم كيفاش. هيا مالا دوك ننتقلوا للحاسوب نعطي لكم التصويره تاع الشاشه تاعي باش نستاليوا الدرايفر تاعها ونعطيكم وين نكتبوه في البرامج وكيفاش نكتبو كيفاش نستخدموه كيفاش نستخدموا هذا القفايل اللي لهنا هذو يقولوا لهم اختصارات يعني حتى وما نخدمش بالطابلات خلاص نقدر ندير اختصارات لهنا يعني البروغرامي القفله هذه لو كان نكليكي لهنا تتفتح هذه لابار تاع ابدا نتاع شريط ابدا هذا فالنظام تاع الويندوز هذا اللي عندي ولا الذف قفله يفتح لي جوجل ولا قفله هذه مثلا تفتح لي قناة خطوة تعليمية في اليوتيوب يعني هذا عندك ثمانية أزرار تبروغراميهم كيما تحب بلا هذه تاع الكتيبة ثمانية أزرار هذو أنت حر فيها صح دوكا ننتقل للشاشة تاعنا واش راح نديرو أول خطوة راح نستالي ودرايفر نتاعنا كما راكم تشوفون نفتح جوجل قدامي نكتب جوجل دي زد ولا جوجل بوان كوم ما يهمش المهم نفتح جوجل قدامي ونكتب النوع تاع هذا الطابلات النوع تاع هذا هو اكس بي ندير المؤشر تاعي ندير المؤشر تاعي نكتب اكس بي بان ديكو هذه ديكو ان في دو هكا كتبت النوع تاع الطابله تاعي حنا على واش نحوسو نحوس على الدرايفر واش ندير نكتب قدامها درايفر هاي درايفر ندير اونتري يخرجوا لي بزاف نتائج انا واش راح نختار نختار النتيجه الاولى اللي هي من الموقع الرسمي كما راح تلقاو الاسم هذا اكس بي بان ها هو اكس بي بان بوين كوم صح نضغط لهنا كيما نضغط نلقى الموديل تاعي خرج اللي هنا نفس الموديل اللي, اللي هنا نلقاه عندي في ليكرون عادي جدا ها ديكو ان في دو. نورمال منا نلقاو المانيوال شتا الكتاب الصغير هذاك الكتاب اللي كنا نشوفو فيه هذاك هو تقدر تيليشارجيه منا بي دي اف تقراه ولا تقراه عادي في الكتيب الصغير حنا واش راح نديرو راح نتيليشارجيو غير الدرايفر اللي نحتاجوه صح كان عندنا زوج انظمه النظام الاول هو هذا تاع الماك هذا مش النظام تاعنا احنا نظام تاعنا ويندوز كما راكم تشوفوا هذا هو الويندوز انت لي اخر درايفر يعني الدرايفر الجديد هذا خرج وكتا خرج جولاي 12 2021 صح هذا ندير له تحميل دوكا واش ندير انا راح نختار البلاصه اللي راح يتحمل فيها هذا الدرايفر ندير له هنا دوكيمنت وماذا واش ندير ندير درايفرز هذا الملف انا انشاته تقدر حتى نتوما تنشئوا ملف تكليكي لهنا دير نيو نيو فولدر دير ملف خاص باش تيليشارجي فيه وشك راك باغي انت هكا من بعد ماشي تيليشارجي كاش حاجه بعد ما تلقاش واش بلاصه راهي ولا تظهر تذهب لك ولا تروح لك صح نكليكي على درايفرز هذا الملف اللي درته انا وندير سيف هاول الدرايفر تاعي تحمل كمل تحميل وش ندير ندير لهنا شاو ان فولدر كي ندير شاو ان فولدر هذه واش معناتها معناتها يديني للملف اللي راهو فيه صح افتح لي الملف اللي راه فيه الدرايفر تاعي واذا ما شفتش عليه ويند واذا ما قدرتش زعما ما درتش لوبسيون هذه نورمال نجي نفتح جهاز كمبيوتر ندير دوكيمنت هاي اللي هنا من بعد ندير درايفرز وين راهي درايفرز هاي اللي هنا ندخل نلقى الدرايفر تاعي سهله مهله صح دوك انا واش راح ندير الدرايفر هذا الدرايفر هذا لازم نفك عليه الضغط يعني الملف تاع الدرايفر راهي لداخل واش ندير ندير اكسر اي سي ولا ندير هذا اللي تحته هذا يعني اللي تحتوي يعني المحتويات اللي لداخل كامل يديرهم لي في ملف كيما هكا ندخل داخل نلقى الدرايفر تاعي اللي هنا واش ندير نضغط عليه زوج قطرات باش نبدا ننستالي الدرايفر ان تاعي هذه هي المرحله الاولى صاي متفاهمين متفاهمين اما الان كمل الدرايفر تاعنا التثبيت واش راح ندير راح يطلب منك اعاده تشغيل الكمبيوتر ريستارت ناو يعني تعاود تشعلو درك ولا تعاود تشحلو من ان بعد انا راح ندير ريستارت ليتر ها. هكا سي بون راهو كمل يعني بعد يعاود يشعل باش كي لونسي سيستم يلونسي الويندوز تاعك يلونسي بهذا الدرايفر اللي هو معرف هذا التابلت صح اما الان واش راح ندير دركا آه، راح نكليك على المعرف تاعي نلقاه لهنا نهزو نحطو لهنا باش ديما نحطو قدامي صاي متفاهمين ها نحطو لهنا هكا الدرايفر ديما يكون قدامي راح نكليك عليه اخرج لي الدرايفر نتاعي في الاعدادات نتاع شورت كيز شورت كات كيز هذه شورت كات كيز اللي هي القفايل هذه اللي هنا كيفاش نبروغراميها كل قفله واش دير هذه اللي هنا عم يخرجوا لأن لنا هاي اساميهم ك1 ك3 ك2 المهم قفايل هذو كامل راح نبروغراميها كل وحده والفونكسيوناليتي نتاعها كل وحده والتصرف نتاعها على حسب واش نحب انا اما اللي هنا كاين بان سيتينغز لهنا كان فيه خيل ستيلو تاعنا كما تفهمنا فيه زوج قفلات لهنا في القفله الاولى وفي القفله الثانيه القفله الاولى نقدر نديرها ممحات ولا بان يعني اللي يكتب ولا اللي تمحي كيما لهنا دايرين هذه اللي الفوق هي بان ريزر يعني اللي يمحي واللهنا هنا لتحت دايرين رايت كليك يعني الكليك تاع دروات هذه تاع لاسوري نديروها لهنا في اسفل ستيلو أه اما الان نجيو لهنا نجيو لهنا للخاصية الأولى اللي هي work area يعني work area هي المحددة بهذا الربع الوان هم مشعلين بالابيض هذو لهنا هنا مشعلين بالابيض غير كي مبروشيها في تريسيتي سيتي يشعلوا هذا هي بهذه الوركين اريا يعني الكتيبة تجي غير لهنا خارج هذا المستطيل هذا الكتيبة لا تعمل يعني هنا 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 تحت هنا لا تعمل لازم غير لهنا في هذا المستطيل هذه هي الوركين اريا ديرها كامل اللي كانوا على كامل الشاشه نقدر نصغر على حسب البرنامج اللي نستخدمه ولا نحبها تمشي غير في مكان معين هذه اعدادات متقدمه للناس المتقدمين والمحترفين صح انا واش راح ندير بما انه كلش تاعي مريقل اللي هنا راهي مليحه اللي هنا كلش مريقل لاباس به نفتح برنامج تاع كتابه كان البرنامج هذا اللي اسمه سكتش بوك تقدروا تحملوه راهم متوفر في الانترنت هذا هو اللي راح نتستيو فيه الكتيبه نتاعنا يعني. كاين بزاف برامج كاين سكتش بوك كاين كريتا كاين فوتوشوب كاين بزاف بزاف برامج تاع كتابه ولا تاع رسم كيف كيف للزوج اما الان هاو فتح قدامي البرنامج نتاعنا نتاع الكتابه وش راح ندير نبدا نسي نكتب بكل بساطه هذا هو ستيلو تاعي نقدر نكتب على هذا البروتاج اللي ركبناه نهار الاول هذا اللي يحمي طابله تاعنا من الخدوش يحميها من الغبار يحميها من اي حاجه نكتب مثلا آه مثلا السؤال الاول انا صراحه ما عجبنيش هذا البروتاج هذا راح يديرونجيني بزاف الكتابة دونك راح نحيه راح نحيه ونكتب بلا بروتاج ها يعني هكا نحيت البروتاج تاعي هذا وين نحطو معليش نحطو غير لهنا ونسي نكتب عليها مباشره وراح تشوفوا الخط تاعي كيفاش راح يكون مليح وكمش راح نكتب مثلا نزيد نعاود نكتب السؤال الاول ها السؤال الاول هكا راني كتبت السؤال الاول كما راكم تشوفوا أه نفصي نعاود ننظم شويه الحاله نديرو مثلا الان راح نوريكم كيفاش نمدوا وظائف لهذا الازرار اللي لهنا كاين ساعات وين لازم نكليكي على زوج قفلات ولا ثلاث قفلات اللي هنا, في هنا, اللي اللي هنا في لوحه المفاتيح نتاعي صح كيفاش انايا نبروغرامي ثلاث ضغطات هذه اللي نضغطها لهنا في لوحه المفاتيح نبروغراميها لهنا مثلا في الزر الاول اللي لهنا مثلا الازرار هذو اللي راكم تشوفوا فيها ها كان عندنا ثمانية أزرار لو كان كليكي على زر معين يشعل الضوء كم تشوفوا فيه هنا يشعل الضوء ها اللي كليكي تشوف الضوء يشعل له صح انا دوكا واش راح ندير مثلا تبعوا معايا في الشاشه واش راح نكتب صح نجيب ستيلو تاعي راني لهنا نشوف لهنا راني بستيلو نكتب مثلا الدرس الاول الدرس الاول حاب مثلا نسطرو باللون الاحمر كي نبغي نسطر انا لازم نضغط لهنا كان واحد القفله لازم نلض عليها اللي هي شيفت شيفت هذه اللي, اللي, هنا في الكلافي لازم نكليكي على الشيفت راكم تشوفوا فيها خرجت الشاشه في باش نقدر ندير خط مستقيم كيما هكا صح ساعات نفرضوا بلي غلطت ودرتك بيدي باش ندير عوده الى الخلف يعني كنترول زاد هكذا نبدل اللغه باش تمشي كنترول زاد يتنحى هذاك الخط اللي غلطته صح ماشي هنا في كل مره لازم نلوح يدي لهنا الكلافي نلوح يدي باش ندير كونترول واش ندير هنا راح نديرو بهذا الزر راكم تشوفوا كيفاه لونه احمر صح الزر هذا واش لازم ندير لازم نروح للدرايفر نتاعي هذا هو الدرايفر نتاعي ونشوف لهنا شورت كات كيز شورت كات كيز يعني اختصارات الازرار هذا هما اختصارات راح يختصروا عليا الجهد صح نجي لهنا كات كيز هذا هو كا اللي هو كي1 كي وان هذا هو الزر الاول الزر الاول راكم تشوفوا كي نضغط عليه يشعل الظل هنا ويخرج لنا في الشاشه تاعكم تشوفوا بي كي بورد كي بي صح انا واش راح ندير راح نكليك لهنا ندير كاستمايز هذه اللي لهنا الاختيار الثاني واش معناتها راح نعطي له وظيفه الوظيفه اللي قلنا واش هي كونترول زاد صح لهنا مكتوب كونترول دبل في ندير كلير لهنا نعاود نمسح كلش لازم نرجع اللغة تاعي في الحاسوب اللغة الفرنسية ولا الإنجليزية ماشي بالعربية صح ندير كلير لهنا يعني يمسح لي لهنا ندير كونترول زاد الوظيفة تاع هذا البوتون هذا تاع الكي هذا اللي لهنا تاع الزر هذا اللي لهنا هي كونترول زد ندير اوكي كونترول زد وش هي هي عودة إلى الخلف نفرضه مثلا غلطت درتك خط كيفاش نقدر نحيه ندير كنترول زاد اللي قريتها لكم هاي بالكلافي بالكي هذه اللي لهنا ها بالكي وورد. كون ندير كونترول تنحى بس حنا مانيش حاب ندير بالكيورد كما كي كيما رجعناها للبوتون هذا اللول الاول الزر الاول واش راح ندير لهنا نعاود نخربش هكا نكليكي على الزر هذا هاكم تشوفوا راح يشعل الضو هذا كيما راكم تشوفوا ها ندير الفوكس لهنا خربش هكا كون نضغط لهنا يشعل الضو هذا ويتنحى هذا ها كي نضغط يشعل هذا وراح يتنحى هذيك الغلطه اللي درتها انايا في ليكرون نتوما واش راح ديروا كل زر من هذا الازرار تعطيو له وظيفه يعني هذا راح نديرو زر تاع الميمحات هذا الزر تاع القلم يعني نكون نكتب هكا نكدي كي نضغط جي الميمحات نمسح متفاهمين نضغط يجي استيلو وهكذا متفاهمين ولا لا لا متفاهمين كل واحد على حسب الحاجه نتاعو للاختصارات للازرار باش تختصر عليه سي بون في هذه تفاهمنا أه هذا فيما يخص الازرار كاين طريقه واحده اخرى وين طابلات هذه نقدروا نبرونشيوها مع التليفون هذي وريتها لكم على الاول كيفاش تبرونشي مع التليفون وترسم ولا تكتب ولا دير محاضره اونلاين ولا عن بعد مع تلاميذك ولا مع رفقائك في العمل زملائك في العمل ولا التيم تاعك الفريق تاعك وعندكم خدمه عندكم حاجه تبغي توضحها تقدر تكونيكتيها مع التليفون نورمال صح تفهمنا فيها هذه تفهمنا نشعل التليفون تاعي ندخلو لابليكاسيون ما نساوش هذا عندنا يو اس بي نحط التليفون تاعي اللي هنا اه قلنا واش راح ندير انايا عندنا هذو الزوج عندنا هذا تايب سي اللي حطيته هذا اللي لهنا يو اس بي عادي واش ندير نركبو اللي هنا من بعد خلاص وين نركبو اللي هنا سيب هكا راني ركبتو نشعل التليفون تاعي نزيد له شويه الاضاءه سي بون نهز الستيلو تاعي ونسي نشوف تراه ايوا راهي خرجت راكم تشوفوا فيها آه. أه. نشوف ترى اسكو أه. هكا راهي نورمالمون راهي في الطول شوف كي ندير خط هكا راكم تشوفوا لهنا كاين ظل لهنا راه ويشعل ها كان ضوء يشعل يعني كي تحط ستيلو يقراه يشعل لهنا نورمال صح دوكا واش راح ندير راح نقلبها نديرها هكا في الطول نجيب هذه منا نحط الهاتف تاعي هنايا نحط الهاتف هنا نحط القلم هنا نهز القلم نتاعي باش نبدا نكتب صح دوكا راح نفاصي انايا هذو نختار الميمحات أه نزيد لها الحجم نتاعها باش نفاصي بيان ونبدأ انفاسي هذا فيما يخص الهاتف راكم تشوفوا معايا صح دوكا نجي نختار الريشة كليك على بيبليوتك. نجي لهنا واش نختار مثلا الريشة الريشة هذه نزيد لها شوية نقص لها شوية هكذا سيبا ونكتب اه وش راح نكتب نكتب مثلا الله اكبر على بالي خطي مش مليح الله اكبر مليحه مليحه صح نفاصي هذه اللي هنا اللي فوق نعاود ونكتبوا مثلا نبدلوا الالوان تقدروا الفاصي وهذه هكا نختاروا الريشه كالعاده ونكتبوا باللون الاحمر هذا اللون اللي نحبوه حنايا ديما اللون تاع خطوه تعليميه وش نكتب بون سي بون دوكا تعلمنا كيفاش نكتبوا بالتليفون نكتبوا ولا نرسموا تكونوا فهمتوا هذا الدرس اذا ما فهمتوش كاش حاجه بغيتوا كاش فكره نشرحها لكم اي حاجه كتبوا لي في التعليقات لتحت راح نشرح لكم كلش صح هذا فيما يخص أه بنتلي لي وضحت لكم وركين اريا هي الاضواء هذه يعني كون نكتب منها ما يصرا والو ما يقراهاش اصلا الشاشه لازم ندخل لهنا هذا المربع هذا هو عباره على الشاشه نتاعي هذه راكم تشوفوا فيها كامل كون نجي لهنا راكم تشوفوا الفاره تاعي راهي في الزاويه تماما نهبط لهنا في الوسط راني هنا في الوسط لو كان نجي لهنا للحد نتاعي هذا لهنا وين هاي كنت تشوفوا فلاسوري له نتمنى تكونوا فهمتوا استمتعتوا بهذا الانبوكسين تاع هذا الطابلات هذه هي اول طابلات راح ندير لها انبوكسين وراحوا يجيو انبوكسين واحد اخرين المنتجات اخرى ما على كل مره كيفاش دوك نشوفوا واش نديروا صح ما تنساوش ديروا لايك يعني ديروا لايك تفعلوا زر الجرس ولا ديروا ابوني وتمطرونا بالتعليقات كالعاده ايا بالتوفيق صح نسيت نقول لكم ملاحظه عجبتني لي هذه ما نحيتهاش خلاص عجبتني <applause> ما تنساوش تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب خطوة التعليميه وذلك بالضغط على الزر الاحمر اللي هو متابعه ابوني ولا سبسكرايب ما تنساش ثاني زيد تكليك على هذاك الجرس علاش بينا باش اي حاجه نحطوها تمارين دروس امتحانات برامج نصائح توصلك في الحين هيا آيه السلام عليكم تهلاو في رواحكم